السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ام ملك وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. هنعمل مع بعض الفطير الشرقي بطريقة حلوة جدا، من غير بقى ولا عجن ولا دقيق ولا خميرة ولا اي حاجة. هنعملها بطريقة حلوة جدا واقتصادية، والنتيجة هتعجبك جدا زي اللي بره واحلى كمان. هنعملها بلفة جلاش، ما تستغربوش، هنعملها بطريقة حلوة قوي والطعم زي اللي بره واحلى كمان. بس قبل ما نبدأ الفيديو، ما تنسوش بقى اللايك عشان يرفع الفيديو اكبر عدد يشوفه، ولو اول مرة تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. يلا بينا بقى على الفيديو نشوف الطريقة. يلا بقى نبتدي ونقول بسم الله. معايا هنا بداية، انا دلوقتي هعمل الخلطة اللي هسقي بيها الجلاش بتاعي، اللي هيخليه للجلاش بتاعي يبقى طعم الفطير الشرقي اللي بنجيبه من بره بالظبط واحلى كمان. ومعايا هنا ربع كوباية من الزيت، ما تزوديش عن كده عشان ما تبقاش دسمة قوي، كده حلو قوي. المقادير ديت مظبوطة جدا، تمام. وكمان معايا ربع كوباية من اللبن، تمام. عايزه اقول لكم مش هيبقى طعمها طعم جلاش خالص، والطبقات من جوه مش هيبقى طعمها طعم جلاش، بيبقى طعمها طعم الفطير بالظبط. دي الخلطه السحريه اللي هنسقي بيها بقى، وهنحول الجلاش لطعم الفطير الشرقي اللي بنجيبه من بره، كلنا بنحبه واولادنا بنحبه بتحبه، فليه نعمله في البيت احسن ما نشتريه من بره، وتكلفته كمان مش هتبقى مكلفه زي اللي بنجيبه من بره، تمام. حطيت بقى دلوقتي ربع كوبايه من السفن. طبعا ما تستغربوش السفن، لا ايوه السفن ده اللي هيخليه لي طعم الجلاش، هيبقى زي الفطير، ومش وما تخافوش مش هيخليه مسكر ولا حاجة. ربع الكوباية ديت هي اللي هتحولها لي لطعم الفطير، ومش هتأثر على الطعم ولا حاجة، تمام. وحطيت رشة من الملح ورشة من الفلفل، يبقى بداية عليها ربع كوباية من الزيت وربع كوباية من اللبن وربع كوباية من السفن والملح والفلفل، ونضرب كل الكلام ده كويس جدا. ديت بقى الخلطة اللي هنسقي بيها الجلاش بتاعنا، هيخلي طعمه تحفة. معايا هنا بقى صينيه، هديها كده مسحه بسيطه خالص من الزيت، تمام. وهبدا بقى دلوقتي ارص كده طبقات الجلاش بتاعتي، تمام، واظبط بقى الجلاش بتاعي على الصينيه كده، واتني الاحرف بتاعتها وهي اظبطها على شكل الصينيه كده، تمام. كل لما احط طبقه من الجلاش اسقيها بالخلطه اللي احنا عملناها مع بعض، هي ديت بقى اللي هتخلي لي الجلاش بتاعي من جوه زي الفطير، وهتخليه لي ما يبقاش كده طبقات جلاش، لا بيبقى الحاجه ديت اللي احنا بنسقيها بيها بتخليها لي طعم العجينه بتاعه الفطير اللي من بره، وبتخليها لي تقلب العجينه ما يبقاش فطير خالص، تمام. بفضل بقى ارص كده طبقات واسقيها، كل ما ارص ورقه من الجلاش هسقيها، ما تخافوش مش ما تخافوش من الكميه ديت يعني، وتقولوا لا ده هتعجن، لا والله بتبقى حلوه جدا وطعمها بيبقى حلو قوي. فديت بقى اللي هتخليها لي العجينه بتاعتي اهي، بصراحة الطريقة ديت حلوة جدا وانا بحبها قوي، بفضلها عن ان انا اجيب بقى الدقيق والخميرة وافضل اعجن بقى وبتاع، لا ديت اسهل واسرع. احنا في الصيف ومش حابين الوقفة في المطبخ كتير، بنحب ننجز ونعمل اكلات تكون سريعة وفي نفس الوقت يكون طعمها حلو، فدي اكلة من الاكلات السريعة بتاعت الصيف وفي نفس الوقت طعمها حلو، ومش ما بتحتاجش وقت كبير، فتعمليها في ثواني صدقيني اللي في البيت هيحبوها جدا وما بتاخدش وقت. وكمان انا عاملاها يعني برضو مش بتكلفه جامده، يعني لفه الجلاش وهعملها بربع مفروم، متكتريش عن كده، حلو قوي ربع مفروم على الصينيه الوسط، حلو جدا الكميه ديت، فمتبقاش مكلفه برضو. شوف انتي لو جبتيها من بره هتجيبيها بقد ايه، فحلوه وتكلفتها بسيطه اهو. بفضل بقى اسقي كل الطبقات كده زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت، كل طبقات الجلاش اسقيها كده، وبظبط بقى الجلاش على الصينية بتاعتي اخليه ياخد شكل الصينية بتاعتي،
تمام كده اهو. كده انا وصلت النص لفة الجلاش ورصيت نص لفة الجلاش. هبدأ بقى دلوقتي هجيب المفروم بقى بتاعي عشان احطه بقى. انا عاملة ربع كيلو من المفروم مع السجق بطريقة عادية خالص، بصلاية وبحط عليها اللحمة وبحط التوابل بتاعتي، ما حطيتش بقى ولا جزر ولا فلفل ولا الخضروات اللي انا بحطها زي ما كل مرة بعملها، لا انا عاملاه على الصاج عادي جدا عشان ديت فطيرة ما بيبقاش فيها من جوه اللي بيبقى العصاج بتاعها عادي جدا بالطريقه التقليديه، عشان كده ما حطيتش عليها الخضار عشان تطلع بنفس الطعم اللي بره، ما بيبقاش فيه اختلاف خالص، بالعكس والله كمان بتبقى احلى اهو. بحط بقى اللحمه بتاعتي وببدا بقى افردها في الصينيه كلها كده. اهو هساوي بقى اللحمة كلها كده في الصينية. تمام كده وهبدأ بقى كل اللي انا عملته برجع اعيده تاني، برص في الجلاش تاني من الاول وجديد بقيت كمية الجلاش واسقي بالخلطة اللي احنا عملناها في نفس الخطوات. هعمل بقى كل الكمية بالشكل دوت وهرجع لكم. بعد كده ما خلصت كده رصت كل طبقات الجلاش بتاعي، ابدا بقى دلوقتي اقطعها كده. بحاول كده اقطعها قطع صغيره زي اللي بره بالظبط عشان ما يبقاش فيه اختلاف. تمام كده شايفين القطعة لما بتكون صغيرة بيكون شكلها حلو جدا وبتكون اسهل كده في الاكل عن لما بتكون تقطعي الجلاش كبير وكده اهو. وهبدأ بقى دلوقتي اسقيها بقى من الوش بنفس الخلطة من على الوش كده كلها كده، بقية الخلطة كده احطها عليها عشان برضو الجلاش من فوق ياخد من طعم الخلطة ويبقى طعمه زي الفطير كده ويعمل لي عجينة الفطير. عايزة اقول لكم الخلطة ديت هي اللي هتخليها لي عجينة الفطير بالظبط، مفيش اي اختلاف، كأنك عجنة وكأنك مخمراها عاملة كل حاجة. فاللي هيدوقها مش هيبقى عارف ان هي جلاش خالص، هيفكرها بالظبط فطيرة وطعمها طعم العجينة بتاعة الفطيرة. بصوا هي بدأت كده هتتحول لي للعجينة بتاعة الفطير. تمام كده ابدأ اشرب الصينية كلها كده بالشكل ده. انا بحاول انزل الخليط كله في الصينية كلها عشان تتشرب كويس. تمام وهبدأ بقى دلوقتي اجيب الخضار بتاعي واشكلها زي اللي بره بالظبط، اللي هي بتبقى كل قطعه عليها طماطمايه، حته طماطمايه طبعا بشيل القلب بتاعها عشان ما ينزليش ميه في الصينيه بتاعتي، وبحط قطعه من الطماطم على قطعه من الفلفل في كل اهو كده. بعد ما خلصت تشكيل
الفطيرة بتاعتي كلها كده بالطماطم والفلفل. هبدأ بقى احط دلوقتي زيتون حلقات كده، زيتون مخلي حلقات كده، برضو في كل قطعة احط واحدة كده عشان تبقى نفس التشكيل بتاع اللي بره، وما ما بيحطوش خضار كتير على الوش، بيحطوا حاجات بسيطة خالص، فاحنا عايزينها تطلع بنفس الشكل ونفس الطعم اللي بره، وتحدي هتبقى احلى كمان. تمام كده، بصوا بقى شايفين شكلها بقى حلو جدا ازاي. دلوقتي بعد ما خلصت تشكيل الصينية كلها بالخضار كده والزيتون، هبدأ بقى دلوقتي اي نوع جبنة عندك بقى، شيدر، موتزاريلا، رومي، حطيها على وشها كده تطعمها لنا وتخلي طعمها حلو، ومطة الجبنة بتبقى حلوة قوي في الفطير. فهبدأ بقى دلوقتي انا عندي موتزاريلا، احط بقى عليها الموتزاريلا، بتخلي طعمها حلو جدا، انا بعشق الجبن قوي. فهبدأ بقى دلوقتي ارش عليها كده بالموتزاريلا، وهدخلها بقى دلوقتي الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، ما بتاخدش وقت خالص، يعني حوالي 10 دقايق وبتكون استوت، وتاخد واحطها كمان على الشواية تاخد لون لمدة 3 دقايق، واطلعها بقى اوريها لكم بعد ما تخلص، اوريكم شكلها يبقى عامل ازاي. اهو بقى يا حبايبي شكل الفطيره بعد ما طلعت من الفرن، عايزه اقول لكم تحفه جدا تحفه، واللي هيدوقها من ايدك مش هيبقى عارف ان هي جلاش خالص، جلاش وقلبناه فطير شرقي بقى من غير ولا عجن ولا تخمير ولا تعب ولا اي حاجه. والتكلفه كمان كانت بسيطه والمجهود كان قليل خالص، وعملناها ما خدتش وقت خالص، في اقل من نص ساعه كنا مخلصين الغدا بتاعنا. ممكن تحمري جنبها بطاطس، ممكن تحطي شيبسي، ممكن تحطي سلطات اللي تحبيه، حلوه جدا. بصوا بقى قلبت زي العجينه بالظبط ازاي، مش اللي يشوفها، بصوا الطبقات شايفين اساسا وانا بقطعها، شايفين العجينه عامله ازاي، مش جلاش خالص ومفيش طبقات، اي طبقه جلاش خالص. بصوا بقى القلب بتاعها من جوه، قلب العجينه بالظبط، مفيش اي اختلاف، تحفه تحفه تحفه. بس يا حبايبي ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون طريقه الفطير عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك، ولو اول مره تشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي الجرس. اشوفكم بقى على خير الفيديو الجاي، باي باي.